السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معايا مرة أخرى في قناتي وقناتكم شهواتكم. اليوم إن شاء الله البنات غنصاوب واحد الشارلوت بكريمة بنكهة الكراميل، سهلة وما فيهاش المكونات اللي كتار بزاف. غنستعمل هنا البنات هاد لو بيسكو، هذا لي بودوار، وهذا عندي هنا جوج ديال الباكيات راه غيقدوني، هادي باكية وهادي باكية. علبة ديال الياغورت بنكهة الكراميل، ساشي ديال الفلون صغير بنكهة الكراميل. عندي هنا البنات شوية ديال القهوة سريعة الذوبان، دوبتها في الماء، هي اللي غادي نستعملها باش غنسرد هاد لي بودوار. وعندي هنايا واحد 250 غرام حتى 300 غرام ديال الكريمة السائلة. هنا عندي غير محلات، غنزيد ليها البنات شوية ديال السكر كلاصي، غير محطيتوش هنايا. وعندي هنا علبه ديال الجبن تقريبا فيها 180 190 غرام. نبداو اول حاجه البنات في تحضير الكريمه، غادي نزيد هنا هذا الفلون على جبن، وغادي نزيد كذلك الياغورت بنكهة الكراميل والسكر على حسب الذوق. غنزيد هنا واحد 3 ديال المعالق صغار ديال السكر كلاصي، حيت القهوة عندي البنات ما دايرهش فيها السكر، داكشي علاش غادي نزيد السكر في الكريمة. الا ضفتوا السكر للقهوة بلاش ما تضيفوا السكر للكريمة، الا كانت بطبيعة الحال غير محلات، الا كانت محلات انا كنضيفوا لها واحد. صافي البنات غادي نطرب هاد العناصر بالباتور، الجبن مع السكر كلاصي مع الفلو مع الياغورت بنكهة الكراميل، غنطلعهم حتى يندمجوا، عاد غادي نضيف ليهم هاد الكريمة السائلة، وغادي نزيد نطلع حتى نحصلوا على واحد الكريمه اللي تكون منسجمه وهكا تكون عقده. صافي البنات هذه هي الكريمه ديالنا، كيف ما كتلاحظوا ها هي كيفاش ولات. البنات انا زدت فيها علبه اخرى ديال دانيت كراميل يعني باش نعزز مازال النكهه، يعني استعملوا واحد ولا جوج اللي بغيتوا كتذوقوا، الا احتاجيتوا السكر كتزيدوا مازال السكر. غادي نرجع البنات غادي نبدا نقطع هكا لي بودوار، نقطع منهم هكا واحد الجزء ونحط. صافي البنات هنا بديت كنشكل طبقه من البسكوي لي بودوار، كنغطسو هكا في القهوه بالزربه، غير كنخشيو وكنخرجو دغيا، ما تخليوش بزاف في القهوه باش ما يرطبش ليكم في ايدكم. صافي بحال هكا كيف ما كيبان لكم، غنحاول نشكل طبقه. استعملت هذوك اللي قطعت بحال هكا في الجناب، وكنبدا هكا ندير البسكوي ديالي حتى نشكل طبقه كما قلت لكم بهذا الشكل. صافي من بعد غندير طبقه ديال الكريمه فوق هذا البسكوي، وغنبقى غاده بهذا الشكل البنات، طبقه ديال البسكوي مغمس في القهوه مع طبقه ديال الكريمه حتى نكمل الكميه ديال لي بودوار اللي عندي. صافي البنات هنا درت طبقه ديال الكريمه فوق البسكوي، غادي ندير شويه ديال الكاكاو، الا بغيتو ديروه مر ديروه، انا هنا غادي نديرو حلو، وتقدروا تستغناو على هذه المرحله، ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش. صافي البنات هنا بعد ما كملت الطبقه الاخيره ديال الكريمه،
خديت هنا واحد شويه ديال الكريمه وغادي نزين بها من الفوق غير بهذه الطريقه. صافي غادي ندير بحال وريضات هكا صغار. حيت غنخليها غير هكا ما غاديش نزينها من الفوق يعني بشي حاجه. غندير لها التزيين غير بالكريمه وغنرش فوقها الكاكاو وغادي ندخلها للثلاجه ونخليها حتى لغدا ان شاء الله. عاد غنحيد لها الاطار ونتلاقاو ان شاء الله ديك الساعه باش نشوفوا الطريقه كيفاش غادي نقدموه. من هاد الشارلوط ديالي بعد ما خليتها باتت ليلة في الثلاجة كما قلت لكم، صافي دابا كنحيدو المول. دابا غادي نزينها وناخد غير هاد الحبيبات ديال الشكلاط. كتقدرو تخليوها غير بحال هكا اولا كتزينوها باش ما بغيتو، كيبقى لكم اختيار. نحاول ندير هاد البيضين باش يبانو. صافي البنات وغناخد هاد الغيبون هذا كنديروه بهذا الشكل هذا وكنديرو واحد العقده هنايا كنسدو هنا. صافي وكيجي الشكل ديالها بحال هكا. انا غادي نقادو ونتلاقاو ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي للشارلوط ديالنا ديال اليوم. ساهله ماهله كيف ما كنقولوا، بدون تعقيدات وبدون كثره المكونات كيف ما لاحظتوا معايا، وراها كتعطي واحد النتيجه اللي زوينه زوينه بزاف ولذيذه بزاف. انا ما غاديش نقطعها دابا البنات، ديرها هكا العشيه الكوتي للضياف ديالي. تقدروا تحضروها للضياف بكل سهوله، راها كتحضر في دقائق، ديروها في الثلاجه الغد هكا تلقاوها واجده هكا تزينوا بها الطبله ديالكم الى عندكم ضياف ولا الكوتي هكا لكم نتوما وليداتكم. كذلك تكون حتى في عيد ميلاد راه كتجي زوينه بزاف وسهله وبسيطه. هكا تكونوا شي حاجه صايبتوها نتوما بيديكم وتفرحوا بها وليداتكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو ليه لايك، كذلك تشتركوا بالقناه اللي مازال ما اشترك بها باش توصلوا دائما بجديد الوصفات وجديد الفيديوهات. الى اللقاء مع فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.